نحييكم أطيب تحية، ويسرنا أن نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامجكم جولة الكاميرا. زين، بعرف إيش هي الخضروات اللي أنت تشرف عليها هنا؟ والله أنا مع إخوانك على كل خضروات، مثل على الباذنجان وعلى الطماط وعلى الليمون وعلى البرتقال. السنة الحمد لله خضينا منه منتوج كثير. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.